من ناحية أخرى يستدل من معطيات نشرت اليوم أنه تم تسجيل 4770 إصابة جديدة بالكورونا في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت نسبة الفحوصات الإيجابية في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي إلى 8.7% مقابل 4.2% في المعدل العام في البلاد. وبحسب الهيئة العربية للطوارئ فإن 30 بلدة عربية تتواجد في القائمة الحمراء، وهي كوكب، المغار، كابول، نحف، عين ماهل، دير حنة، الريني، دالية الكرمل، حرفيش، كفر مندة، بئر المكسور، أبو غوش، البقيعة، الزرازير، طرعان، الطيبة، مجد الكروم، طمرة، بسمة، عبلين، إكسال، الناصرة، عرعر النقب، ساجور، القية، فصوطة، سولم، النعورة والعزير. دعونا نشاهد مقتطفات من زيارة مسؤول ملف مكافحة الكورونا البروفيسور نحمان آش إلى مدينة أم الفحم وقرى طلعت عارة، التي دعا خلالها الجمهور العربي إلى التوجه إلى مراكز التطعيم والحصول على اللقاح ضد الكورونا. גם את ההתמודדות עם התחלואה שעולה וגם את הציפייה לקבל חיסונים ולהתחיל במבצע החיסון. עכשיו אנחנו נמצאים פה באום אל-פחם במרכז החיסונים המשותף לקופות ורואים פה את העבודה היפה שהקופות עושות כדי לחסן את כל התושבים. אני קורא לכל התושבים מעל גיל 60 לבוא ולהתחסן. תושבי אום אל-פחם, היו פה הרבה חולים, אנחנו רוצים למנוע את המשך התחלואה, בואו להתחסן פה במרכז החיסונים של כל קופות החולים. إلى الموضوع التالي، تضبط حكمة كرة القدم دنيا زيدان من زامر إيقاع اللعب على ملاعب كرة القدم، ولا تتوقف عن الرغد بين لاعبي كرة القدم إلا بعد نهاية المباراة. دنيا التي تغلبت على عادات تعتبر ممارسة كرة القدم وتحكيم مبارياتها حكرا على الرجال، تنضم إلينا الآن في الاستوديو في بث حي ومباشر لتكشف لنا سر عشقها للساحرة المستديرة. أهلا ومرحبا بك. يا هلا. دنيا، كيف ينظر المجتمع لك وأنت حكمة كرة قدم؟ أنا هسا في الوقت الحالي بحكم 4 سنين، صار لي 4 سنين في مجال الحكم كرة القدم. في البداية كانوا ينظروا إلي بنظرة مثلا منبهرين، كيف إنه الصبية اللي هي بتحكم لعبات كرة قدم وبحكم كمان لعبات لشباب ولرجال اللي بعمر تقريبا كبير، وبالنسبة لهم للمجتمع كثير غريب. انه حدثينا عن بداياتك، يعني علاقتك مع الساحرة المستديرة منذ متى وانت تلعبين؟ يعني بلشت العب فوتبول بجيل 10 سنين، ابوي اللي دخلني بهذا المجال، المدرب زاهر زيدان. ايوه، بلشت من جيل 10 سنين لحد جيل 13 سنة وأنا ألعب في فريق فتيات زامر، الفريق كان بإدارة أبوي زهر زيدان. بعد جيل 13-14 سنة انتقلت لفريق فتيات عامك حيفر، اتدربت هناك تقريبا 4 سنوات لحد ما وصلنا الدرجة العليا في النساء. وبعدها توقفت بلعب كرة القدم. دخلت مجال التحكيم؟ دخلت مجال التحكيم في جيل 16 سنة لحد الآن. طيب، كرة القدم هي مرتبطة بالرجل، فما الحافز اللي دفعك، يعني اللي شجعك تمارسي هاي اللعبة قبل وتتوجهي للتحكيم؟ لماذا تركت كرة القدم؟ يعني في مجال انك تلعبي، يعني هناك لاعبات عربيات حتى في المنتخب الإسرائيلي أيضا. صح، في لحد الآن اللي فيه بنات ونساء اللي بيلعبن كرة قدم لحتى الآن. أنا الإشي اللي خلاني أتوقف على لعب كرة القدم هو التعليم تاعي، أني بلشت أتعلم، فصراحة وقفت ألعب كرة قدم لأنه كنا مضطرات نتدرب تقريبا كل يوم كل يومين، فلقيت أنه مجال التحكيم بس هو المجال الوحيد اللي رح أضل فيه ومش رح أدشره أبدا. بتتابع مباريات عالمية؟ يعني إحنا مش منتخبات ألمانيا ومنتخبات، يعني صدقيني يعني مستعدات يغلبنا الرجال لعبة كرة قدم. صح، بتابع كثير لعبات كرة قدم،
بالنساء وبرضو الرجال. طيب سنعود إلى هواياتك في هذا الموضوع، ولكن من دعمك وشجعك خلال مسيرتك الرياضية؟ يعني لقيت الدعم الكافي من الأهل؟ كثير أهلي كثير كثير بدعموني، خاص بشكل خاص عائلتي الوحيدة اللي دعمتني بهذا الإشي. برضو الإشي بيعود لعائلتي، إنه كل عائلتي رياضيين بمارسوا كرة القدم، فهم الوحيدين. أنت والوالد ومين كمان؟ أخوتي آدم وأمير. آدم أخوك كمان لاعب فضل؟ لا ممتاز، أنا أعرف هذا اللاعب. طيب جميعهم دعموني لهذا المجال. ممتاز. كيف ينظر إليك اللاعبون والجمهور أثناء المباريات؟ يعني صراحة أول ما يشوفوني داخل الملعب كثير بيستغربوا، بس في قسم من اللاعبين اللي بالمرة بيستغربوش، لأنهم بيكونوا متعودين إنه نساء يحكمون، إنه النساء يحكمون لهم، فعادي يعني. طيب على كل حال تقبل في العائلة لمجال التحكيم، يعني بشجعوك زي ما عارفين. احنا بنعرف انه ما مدى اقبال الفتيات العربيات في المجتمع على ممارسة رياضة كرة القدم بالبداية؟ احنا بنعرف التحكيم اليوم اكثر حكمة يعني ناجحة في الدرجة الثانية، ربما في الاولى ستصعد، هي شباب دهامشي، يعني في كمان تحكم بالدرجة الاولى. صح. في كمان حكمة أنا بعرفها برضو، أذكر اسمها مش مشكلة، مي معلم. هي مي معلم بالدرجة الممتازة، هي حكمة خطوط. نعم. تقريبا حكمات نساء يوجد عدد قليل جدا من الحكمات، العدد تاع الرجال بيتغلب على النساء في مجال التحكيم. الحكمات خطوط، ولكن وسط الملعب شباب دهامشي اليوم. نعم ايوه، فيش تقريبا فيش كثير حكمات بالوسط، برضه بالوسط العربي والوسط اليهودي كمان. ممتاز. في الوسط اليهودي في حكم وسط درجه ممتازه بتحكم. صح، في متار شمش. نعم ممتاز. اذا ما مدى ما شعورك وانت تخوضين في مجال مجتمع شرقي، يعني مثل ما يطلق على هذا المجتمع مجتمع ذكوري، يعني يريدون كل الأشياء تتعلق بالرياضة للشباب؟ صراحة تؤيدين هذا أن المجتمع ذكوري؟ يعني أكيد لا، أكيد لا. أنا الصراحة حاسة حالي بنتمي لمجال التحكيم، وخاصة بشكل خاص أني أحكم الرجال. أنا بأيدش فكرة إنه يكون مجتمع ذكوري أو لعبة كرة القدم هي فقط للرجال، هذا إشي خاطئ بالنسبة لي. ممتاز. ولكن ملاعب كرة القدم لا تخفى على أحد إنه هناك مليئة بالشغب، أحيانا تحمل بعض الكلمات الجارحة مخجلة، يعني كيف تواجهين مثل هذه المواقف؟ صراحة أنا أول ما بلشت أحكم بأول سنة سنتين كانوا كثير اللي يشتموا، صراحة ما كانش الاشي يأثر فيي أبدا، أنا عندي ثقة بالنفس كثير كثير عالية، فهذا الاشي بهزنيش، أي شتائم أي اعتراضات أو انتقادات بأثرش فيي أبدا. ونأمل أن لا يكون سبب لذلك أصلا إذا قمت بواجبك. أنا كمان لو الآن فتيات يرغبن بالتحكيم يدخلن هذا المجال، ما هي الأمور المطلوبة من كل فتاة لكي تصبح حكمة كرة قدم؟ أول إشي رح يفوتوا كورس اللي هو بيشمل دورة اللي هي بتكون ساعات معينة، بيعملوا فيها امتحان نظري حسب الحكاة، يعني القوانين تاعت كرة القدم. يعني يجب أن تحفظ مثل التئوري، يعني مثل أكيد قوانين السير، يعني تحفظ كل الأمور، وهنا ايضا تحفظ كل القواعد. يعني هسه بالمناسبه يعني اعطوك تحكم مباراه، يعني كل القوانين بتعرفيها؟ اكيد كل القوانين، لازم الحكم يكون حافظ هاي القوانين، يتقنها بشكل جيد. باخر الدوره بيعمل امتحان نظري وامتحان عملي، اللي هو الامتحان بقيس الرياضة بالنسبة للحكم اللي هو رح واختبارات الركض، هي أيضا مهمة جدا. أكيد كثير مهمة اختبارات الركض، وطبعا هون في إسرائيل هذا مشان لكي يصل واحد إلى درجة عالية يجب عليه أن يقطع مسافة في وقت محدد. صح أي نعم. ممتاز. فإن حكام عرب تعرف يعني وصلوا للدرجة العليا اليوم. أكيد نائل عودي. مين تعرف حكام كمان؟
في مجد رشرش، مجد رشرش بعرفه، نائل عودة. طبعا هناك حكام رأفت الحمل خطوط، وكذلك أحمد زعبي، وكذلك كثيرين، لا ربنا لا أذكر أحدا منهم الآن. هل تنصحين الجنس اللطيف بالانخراط في هذه المهنة وممارسة كل كذا؟ أكيد، إذا أنا بدور صبية حكمت كرة القدم وعندي الاستطاعة أني أحكم لعبة شباب، أنا كثير بشجع جميع الفتيات اللي حلمها تلعب كرة قدم أو إنها تكون حكمت كرة قدم. أنا البني آدم الوحيدة والأولى اللي رح أدعمها بهذا الإشي. طموحك؟ طموحي طبعا مش رح أقول أحلامي لأني بحلمش، أنا بعمل على أساس إني أوصل الدرجة العالمية في مجال التحكيم. درجة عالمية؟ أكيد. طيب هذا طموح رائع جدا يعني. دنيا زيدان شكرا لحضورك للاستوديو، نأمل لك التوفيق، سنتابع الموضوع، هذا مجالنا. أكيد. إذا أعزائي المشاهدين نخرج إلى فاصل ثم نعود لمواصلة البرنامج الإخباري هذا اليوم.